كيف اللي هو اليوم ميسر؟ الثاني آه، عشر من شهر ماي مي. في نفس اليوم فقط اريد ان اضيف كلمه لانني اخشى ان انسى شيئا آه، لماذا يقتلون الاطفال المحتل؟ ليس لانهم ضعفاء ولكن والعياذ بالله هذا الذكاء الشيطاني لان الاطفال لو كبروا ستكبر معهم القضيه وسيقاومون اما الشيوخ فسيبطون بمفردهم دون علاء ودون واضح على